السيدات وسادة، مساء الخير. لم تعد الحروب وحدها التي تهدد العالم، ولم يعد نقص الغذاء والمجاعات والهجرة القسرية للسكان يحدث فقط بسبب صراعات البشر. موجات الجفاف والمجاعات، حرائق الغابات، الفيضانات، الأعاصير تحدث في العالم الآن بوتيرة أسرع وضحاياها بالملايين، والسبب تغير المناخ. اليوم نحن نستضيف خبيرة مصرية مرموقة عكفت طويلاً على دراسة تأثير تغير المناخ على التنمية وعلى مستقبل الأجيال القادمة. في حديثنا من مصر اليوم نسأل عن ضحايا التغير الهائل في المناخ، نسأل عن هؤلاء الذين يدفعون ثمن ما ارتكبه الآخرون بحق الأرض والزرع والهواء. أهلاً بكم.